حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس من أن المواجهة بين واشنطن وطهران قد تؤدي إلى تصعيد عسكري. وأكد ماس في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا متمسكة بالحفاظ على التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الإيراني. ومن جانب آخر قال ظريف إن خفض التوتر ممكن فقط من خلال وقف الحرب الاقتصادية التي تشنها الولايات المتحدة على حد تعبيره. وأضاف ظريف أيضا أنه لا يمكن أن يتوقع الذين يشنون حروبا كهذه أن يبقوا في أمان. رسائل طمأنة متبادلة بين إيران وأوروبا، القلق الأوروبي حيال الاتفاق النووي ومآلات التوتر الإيراني الأمريكي حملها وزير الخارجية الألماني إلى طهران، سباق مع 60 يوما تشارف بعد أقل من شهر على الانتهاء. رفع مستوى تخصيب إيران لليورانيوم مرحلة لا ترغب أوروبا بها على البعدين السياسي والاستراتيجي للاتفاق النووي، ركز الزائر الألماني في وقت أقر فيه بصعوبة تحقيق الوعود الاقتصادية التي قطعت لإيران. موقفنا هو الحفاظ على الاتفاق النووي، لكن لا يمكن أن نصنع معجزة لتحقيق ذلك. نحاول أن نواصل التبادل التجاري ونسعى لأن تتمكن الشركات الأوروبية من العمل مع إيران. نحن مستعدون لمواصلة أو إيقاف الخطوات التي بدأناها في إطار تعليق بعض بنود الاتفاق النووي وفقا لمدى التزام شركائنا فيه بتنفيذ تعهداتهم عمليا. على الطاولة حضرت ملفات الإقليم أيضا، اليمن، سوريا، إسرائيل، النفوذ الإيراني في المنطقة وحده، برنامج إيران الصاروخي الذي لا يفتأ الغرب يعبر عن قلقه منه لم يناقش على الأقل فيما أعلن من المباحثات. المصالح الإيرانية الأوروبية المشتركة طغت على توتر طهران واشنطن الذي لم يخف الوزير الألماني قلقه من احتمال تحوله إلى توتر عسكري. إيران قالت مرارا إنها لم تترك طاولة المفاوضات، لكنها تؤكد أنها لن تتفاوض تحت الضغط. هذه اللقاءات تبدو ثنائية أكثر من كونها وسطات. هو أسبوع حراك دبلوماسي تجاه طهران بدأ مع وزير الخارجية الألماني وسينتهي بمشاركة الرئيس الإيراني في قمتي سيكا في طاجكستان وشانغهاي في قرقيزيا، مرورا باستقباله رئيس الوزراء الياباني الساعي لنجاح وساطته بين طهران وواشنطن. إنقاذ الاتفاق النووي من انهيار محتمل خطوة أوروبية ترمي فيما ترمي إليه إلى تهدئة التوتر الإيراني الأمريكي ربما. أمر يبدو رهنا بآليات أوروبية عملية محددة ومرونة إيرانية مأمولة لم تكشف عنها اللقاءات الإيرانية الألمانية هنا. حازم كلاس، العربي، طهران. وفي رد على تصريحات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأخيرة، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي ظريف بالكذب. وأضاف نتنياهو أن إيران تسعى لتعزيز قوتها العسكرية في سوريا، مستشهدا بأرقام لوكالة الطاقة الذرية تفيد بأن معدلات تخصيب اليورانيوم ازدادت. ظريف يكذب مجددا. إيران هي التي تهدد علنا كل يوم بتدمير دولة إسرائيل وتواصل ترسيخ نفوذها العسكري في سوريا، واليوم ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تسرع وتيرة برنامجها النووي. وأكرر، إسرائيل لن تسمح لإيران بتطوير أسلحة نووية تهدد وجودنا وتعرض العالم كله للخطر. ومن جانب آخر قال يوكيا آمانو مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران نفذت تهديدها المتعلق بزيادة معدل إنتاجها من اليورانيوم المخصب. وأعرب أيضا آمانو في مؤتمر صحفي عن قلقه من زيادة التوتر المتعلق بالاتفاق النووي أملا بإيجاد طرق تخفف حدة هذا التوتر. وحدد الاتفاق النووي الإيراني الموقع من قبل قوى عالمية حدا أقصى لكمية اليورانيوم منخفض التخصيب الذي يسمح لإيران بإنتاجه. وأضاف آمانو إنه من غير الواضح متى قد تصل إيران إلى هذا الحد بسبب التذبذب في معدلات الإنتاج.
وينضم إلينا من طهران مراسلنا هناك حازم كلاس. حازم، يعني يوم مزدحم بالتصريحات والتصريحات المضادة، أجمل لنا المشهد السياسي في طهران. مع بدء هذا اليوم يمكن القول أن أسبوعا من حافلا بدأ في إيران، أسبوع بدأ بزيارة لوزير الخارجية الألماني وسيتواصل مع زيارة لرئيس الوزراء الياباني الذي يؤكد أنه يحمل وساطة بين واشنطن وطهران، ويستمر مع كما ذكرت في تقريري بزيارة لروحاني إلى طاجكستان وقرقيزيا للمشاركة في قمة شانغهاي. إيران تريد من كل هذا الحراك، سواء الذي تقوم به هي أو النقاش الدبلوماسي الذي تحتضنه هنا وتستضيف عدد من زوارها، أن تقول أنها ماضية في القرار الذي أصدره المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بتخفيض التزاماتها في الاتفاق النووي، وتؤكد على قانونية هذه الخطوات. نحن على مسافة أقل من شهر ليكون هناك خطوة ثانية بعد أن رفعت إيران القيود عن مخزونها من الماء الثقيل واليورانيوم المخصب بنسبة منخفضة 3.67%. بعد أقل من شهر الخطوة الثانية ستكون رفع مستوى التخصيب إلى مستويات أعلى، وأيضا إعادة العمل بمنشأة أراك. كل هذا الإصرار الإيراني على القيام بهذه الخطوات هو بعث برسائل في أكثر من اتجاه. بالدرجة الأولى هي رسائل باتجاه أوروبا، من أجل دفع أوروبا باتجاه تنفيذ التزاماتها في الاتفاق النووي وما يتعلق بالشق الاقتصادي على وجه التحديد. الوزير الألماني اليوم حاول أن يركز على الأهمية السياسية والاستراتيجية والأمنية للاتفاق النووي، وقال أن هناك صعوبات، لم يخفي ذلك، في تنفيذ الوعود الأوروبية لإيران في الشق الاقتصادي. إيران تنتظر خطوات عملية كما قال الرئيس الإيراني حسن روحاني لدى استقباله الوزير الألماني. في المجمل إيران أيضا تريد أن تبعث برسالة إلى واشنطن أن الضغوط لن تؤثر عليها، لن تجلبها إلى طاولة المفاوضات على مقاس ترامب، وتريد من أوروبا أن تقف في وجه واشنطن أيضا والضغوط الأمريكية تجاه إيران. حازم كلاس مراسلنا من طهران، شكرا جزيلا. وللقاء مزيد من الضوء على هذا الملف ينضم إلينا من برلين زاهي علاوي الكاتب السياسي. أهلا بك سيد علاوي. يعني اليوم والبارحة سمعنا تصريحات شبه متضاربة من القادة الإيرانيين، البعض يرحب بالخطوة الأوروبية والبعض يتهجم على الموقف الأوروبي. لماذا هذا التخبط في الموقف السياسي؟ طبعا يعني حتى إيران تحاول إثبات أن هناك أصوات معارضة حتى للاتفاق النووي وأصوات معارضة لهذه الخطوات، خاصة وأن الأوروبيين غير قادرين على تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها، بما في ذلك ما عرف بإنستكس وهو آليات دعم وتوفير الأموال أو تحويل الأموال إلى إيران بطرق غير مباشرة خاصة مقابل النفط. وبالتالي هذه المشاكل طبعا تلعب دور كبير في السياسة الإيرانية، هي محاولة الضغط على الأوروبيين، محاولة توجيه رسالة للأوروبيين لممارسة ضغوطهم المباشرة على الولايات المتحدة، ومحاولة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ضمن الاتفاق النووي الذي أبرم في عام 2015. وبالتالي هذا التضارب له أيضا دور في المحاور أو في المناورة السياسية الإيرانية لمحاولة الضغط أيضا على الاتحاد الأوروبي للالتزام بهذا الاتفاق والضغط أو تنفيذ ما جاء في بنود هذا الاتفاق. نعم، يعني البعض يرى أن الاتحاد الأوروبي غير قادر على انتشال طهران من هذا المأزق، ولا يستطيع أيضا التغريد خارج السرب الأمريكي على الرغم من الخلافات المعلنة، وأيضا طهران لا يمكنها تحمل كلفة الخروج من الاتفاق النووي. لأي درجة يمكن لهذه الصورة أن تكون أقل تعقيدا إن صح التعبير؟ لا أعتقد أن الصورة أقل تعقيدا. الأوروبيون يعلمون تماما أنهم غير قادرين على إجبار أمريكا لتخفيف العقوبات أو إجبارها على الالتزام بأجزاء من هذا الاتفاق، وبالتالي الأوروبيون متخوفون جدا. يعني حتى على مستوى السفير الأمريكي في برلين
هدد الشركات التي ستتعامل مع إيران، وهدد الشركات طبعا هذه الشركات الألمانية بعدم دخولها للسوق الأمريكي، وبالتالي هناك تهديد اقتصادي إضافة إلى التهديد السياسي. الولايات المتحدة تلعب على وتر الاقتصاد وهي قادرة على الضغط في هذا المجال، وبالتالي تستخدم هذه الورقة، ومن هنا يحاول الأوروبيون قدر الإمكان إنقاذ ما يمكن إنقاذه، رغم أنهم على يقين أنهم غير قادرين على تجاوز العقبة الأمريكية، وهذا ما صرح به أيضا وزير الخارجية الألماني سواء قبل ذهابه إلى طهران أو حتى من خلال جولته الشرق أوسطية في الدول العربية، وقبل ذلك عندما قال نحن لا يمكن أن نتوقع الكثير من هذه الزيارة ولكنها محاولات، هي محاولات، خاصة وأن ألمانيا أعلنت صراحة أنها ترفض خروج طهران التدريجي من الاتفاق، وبالتالي هي محاولات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، على الرغم أن هذه المهمة تكاد تكون شبه مستحيلة، خاصة وأن طهران منحتهم فقط حتى 7 يوليو مهلة لتنفيذ أو للتخفيف من العقوبات الاقتصادية على بلادها. زاهي علاوي الكاتب السياسي كنت معنا من برلين.